أنا اسمي أسماء الغول صحفية وكاتبة من غزة. أنا بشكركم لأنكم سمحتوا لي الفرصة أني أنا أحكي في المؤتمر وبشكر المنظمين. بصراحة كنت بتمنى أني أنا أشارك في المؤتمر ولكن ظروف المعابر وإغلاقها ما سمح ليش. طبعاً بالنسبة لمعبر إيرز بيت حنون المسيطر على إسرائيل كان صعب كتير أني أطلع من هناك لأني أنا موجودة على القائمة السوداء مش عارفة ليش. هو نص الشعب في غزة موجود على القائمة السوداء عندهم. طبعاً أنا بدي أحكي عن الوضع في غزة. أول شيء بدي أحكي عن موضوع المؤتمر اللي هو الطائرات الاستطلاع أو الطائرة اللي بدون طيار. طبعاً إحنا صرنا حافظين هذه الطائرات أو صار عندنا خبرة عسكرية من كثرة حروب. يعني ثلاث حروب في 8 سنوات خلتنا نعرف أول ما تدخل طائرة الاستطلاع لأصغر طفل بيعرف إنها دخلت سماء غزة. طائرة الاستطلاع أو الطائرة بدون طيار وفي العادة بنسميها الزنانة. طبعاً هي صوتها في ضجيج بعطي ضجيج زن معين تخرب القنوات لو إحنا بنحضر تلفزيون. طبعاً ما فيش بيت في غزة إلا بسب عليها لما تخرب القناة اللي بيحضرها فيلم أو مباراة أو أخبار. هي بصراحة أكثر شيء كمواطنة بحكي إنها بتعمل ضغط نفسي شديد إن هي مربوطة بالحرب وبالموت. مجرد ما نسمع طائرة استطلاع في الجو بصير عندنا إحساس إنه حيجي وراء قصف. طبعاً إحنا تعودنا إنه طائرة الاستطلاع تكون عايشة معنا كأنها جزء من حياة غزة صارت. وبتزيد في الحرب وبتصير في الحرب إلها طابع القتل لأنه بتبطل تجسس ومراقبة في الأيام العادية زي هاي الأيام بتصير هي عامل قتل. وفي عندي شوية إحصائيات مثلاً من 2008 لأكتوبر 2013 طائرات الاستطلاع قتلت 911 فلسطيني ومن أشهر اللي قتلتهم طائرات الاستطلاع هو الشيخ أحمد ياسين في 2004 وأيضاً أحمد الجعبري في 2011 كانت بطائرات بدون طيار. احنا بنحس انه مثلا وانا صغيره في الانتفاضه الاولى كان في رجمات على الدبابه اللي هي بترمي الحجار الصغار وكان في سطوح اسبست في رفح في المخيم فما كان طبعا لها خوفها وقتها بس التطور اللي هالحين صار اعتماد على الطياره بدون طيار لانها هدفها اكثر دقه بحسب ما بتحكي اسرائيل وطبعا اكثر رعبا هذا معناه. الطائرات بدون استطلاع في البيت في الحياة هي عنا إن معناها إنه مش بس ضغط نفسي مش بس إنها بتخرب القنوات نحضرهاش مش بس إنه إحنا حاسين حالنا 24 ساعة مراقبين هي بتعني إنه في قتل جاي إنه في إنسان مستهدف. بحسب ما إحنا بنعرف من خبرتنا الصغيرة إنه في نوع نفاث اللي هو التجسس والمراقب وفي نوع قاتل وبطلق صواريخ أو معادي وفي طيارات بتعمل الاثنين بتراقب وبتقتل. طبعا كمان بنعرف بالمعلومات البسيطة إنه هي يا إما بتطير زي المنطاد يا إما بالمراوح يا إما نفاثة. بصراحة ما فيش طيارة أهون من طيارة لما تسمعها في الجو. يعني الأباتشي كمان بالنسبة لنا رعب الF-16 أكثر رعبا خاصة أنها الF-16 كانت تعتمد عليها إسرائيل بالترهيب النفسي بصوت اللي كانت تعمله في الحرب 2011 بس الحرب الأخيرة زي حرب 2008 ما خلتش شيء إلا استخدمته يعني خاصة طائرة الاستطلاع. في حرب 2000 الحرب الأخيرة ما عنديش إحصائيات بس بحرب 2011 مات 143 فلسطيني بهذه الطائرة. طبعاً ال 911 فلسطيني أغلبهم اللي ب 2008 أغلبهم مات في حرب 2008 و 2009 من هذه الطائرة أيضاً طائرة بدون طيار. بدي أحكي لكم طرفة هيك صغيرة إنه إحنا بنسميهم زنانات وصارت كلمة زنانة اللي هي درونز صارت جزء من حياتنا اليومية. حتى إحنا لما بدنا نحكي عن بعض رجالات اللي متابعين للحكومة الأمن أو اللي هم بيراقبوا الحارات أو الشباب يعني اللي بتابعين للأمن اللي بيشوفوا هذا إيش بيعمل هذا راعي الجامع هذا إحنا بنسميهم كمان زنانات. يعني صارت في الثقافة اليومية ممكن نقول عن أي حدا فضولي أنت زنانة. فكيف الدرونز دخلت حياتنا اليومية أو الطائرات الاستطلاع دخلت حياتنا اليومية حتى في ثقافتنا ولغتنا وفي وصفنا لبعض.
أنا بدي أحكي شغلة تانية حول قديش هلأ منذ انتهاء الحرب لغاية 18 فبراير الماضي، 6 شهور بالضبط، انتهت الحرب في 26/8/2014 لحد 18 فبراير 2015. طبعاً إحنا بنعيشش براحة، إحنا كل يوم حاسين إنه منحكي في حرب جديدة، الناس بتسألنا في حرب جديدة، كأنه إحنا الصحفيين عنا إجابات. في عنا 40 إصابة على الحدود من الناس الساكنين على المناطق الحدودية، عنا 2 قتلى، واحد منهم مقاوم والثاني صائد عصافير على الحدود برضه المناطق الحدودية، عنا 3 غارات على المناطق الحدودية، من أحدهم من طائرة بدون طيار وهي اللي قتلت المقاوم، عنا 9 قوارب أتلفوا في هذه 6 شهور، 66 مدني تم اعتقالهم من ضمنهم الصيادين. طبعا كل هاي الإحصائيات بتدل على أنه ما فيش سلام، يعني فيش هدنة حقيقية، الناس حاسين في طول الوقت أنهم مهددين. حسب إحصائية طلعت مبارح أنه من مؤسسات إغاثية أنه في عندك 100,000 فلسطيني في قطاع غزة لم يعد إلى بيته بعد ولم يبني بيت بديل. الوضع سيء كتير. أنا بعتقد أنه إحنا منعيش بفترة يأس، ليست فقط على مستوى الفقر والبطالة، يأس حقيقي أكثر من أي فترة سابقة، أكثر من 48. من 48 بحس حتى أجدادنا بيقولوا أنه الوضع اليوم أسوأ ما يكون. البطالة، الفقر، اليأس عند الناس. يمكن في الحرب كان عندنا نوع من التفاؤل، نسينا خلافاتنا الداخلية بين حماس وفتح، نسينا الانقسام، ولكن الآن لحظة اليأس وصلت إلى أقصاها، الخلافات رجعت زي الأول، ما فيش أفق، ما فيش أمل. خلال الحرب كن دايما عندنا أمل، كن في ترابط، كان في إحساس إنه في شيء جاي إيجابي، لكن الآن لا يوجد، كأننا وقعنا في فراغ فعلا، في فراغ يعني كثير صعب. أنا بحزن على الناس، بحزن على وضع غزة، رواتب 40,000 موظف لحد حكومة غزة السابقة، حكومة حماس ما بتلقوش رواتبهم، أيضا موظفين السلطة 36,000 بتلقوا 60% من الرواتب. تخيلوا لما تحسوا مدينة كاملة زي غزة فيها 1,800,000 فرد ما فيش فيها حياة بالشوارع، لأنه فيش، وضع الاقتصادي سيء، ولما يصير الوضع الاقتصادي سيء تليها بنعكس على الأمن، تليها بنعكس على نفسيات الناس. الوضع كتير سيء. أنا كان بتمنى أني أشارك بشكل إيجابي أكتر، بس أنا بحكي أنه لسه إحنا الشباب الصغار عنا أمل، عنا أمل بالتغيير، عنا أمل أنهم يتصالحوا، عنا أمل أنه نضخ دماء جديدة، ممكن شيء يتغير. طبعاً ليس فقط العامل الاقتصادي واليأس والضغط النفسي والتهديد الإسرائيلي المحيط من الجو، من البحر ومن الأرض والحدود، هو العامل اللي ضغط على أهل قطاع غزة. إحنا عندنا معبر رفح مغلق لمدة 235 يوم في 2014 العام الماضي، لم يفتح إلا لمدة 125 يوم. يعني شيء كتير محزن إنه بعد الربيع العربي والصراع السياسي اللي صار إحنا نحسب على إقليم معين ويتم معاقبة كل أهل قطاع غزة لسبب هذه الحسابات والصراعات السياسية. كذلك الأمر مع المشاكل الداخلية في قطاع غزة اللي تضغط على الناس أكثر وأكثر، الاعتقال السياسي، قديش إحنا ممكن نمارس حرية الرأي والتعبير على السوشيال ميديا، في الصحافة، في المقالات، للأسف كله يتجه نحو الانحدار بشكل سلبي. كذلك الأمر في الضفة لا تختلف كثيراً عنا، الاعتقال السياسي، معاقبة الصحفيين، وضع قرارات ضد أي صحفي يكتب عن محمود عباس بشكل ساخر على الفيسبوك على سبيل المثال. هناك تنافس بين الضفة وغزة على الانتهاك، انتهاكات والاعتقالات السياسية بشكل محزن جداً، لا توجد مراعاة أبداً للانتظار الطويل الذي انتظره الناس، يعني وصبره طوال حرب ساحقة وقاتلة، إنه يكون في أمل، يكون في تعويض معنوي، يكون في مصالحة، لكن هذا لم يحدث على الإطلاق. يعني هذا الشهر سيمر عام على اتفاق الشاطئ الذي لم ينفذ منه أي شيء على أرض الواقع. شكراً.